بدانا الاول نشوف تنسيق الالكتريك فيلد، لو عملنا اكسترنال الكتريك فيلد وعملنا له ابلكيشن على قطعه من السيمي كوندكتور، شفنا ان لازم الالكتريك فيلد اللي فيه موجود ده لازم يكون فيه بيؤدي الى تغيير البوتنشال وبالتالي بيؤدي الى تغيير الانرجي اللي موجوده جوه، فلازم لما بنيجي نرسم الانرجي باند دايجرام بيحصل لنا حاجه بنسميها الانرجي باند بندنج. شفنا ازاي البندنج ولقينا ان تغيير الانرجي او زياده الانرجي في اتجاه الالكتريك فيلد، يعني تغيير الالكتريك فيلد ده في اليمين يبقى لازم يكون ايه؟ اليمين اعلى من الشمال في الانرجي ليفل دايجرام والعكس صحيح. انا عندي اليمين كتير بيحصل كده في الانرجي دايجرام. بعد كده شفنا ان انا لو في عندي جوه السيمي كوندكتورز نفسه في عندي كونسنتريشن جريدينت، يعني عندي الالكترون اعلى من الالكترون في حته، كونسنتريشن في ناحيه الالكترون اعلى من الناحيه الثانيه او الهولز اعلى من الناحيه الثانيه، بيحصل ما يتكون عندي جوه في حاجه بنسميها بيج الالكترون. انا لازم علشان كونسيستنت برضه الكونسنتريشن جريدينت الموجود ده بيبدا يحصل عندي ديفيوجن كارنت، الديفيوجن كارنت ده بيسبب برضه نتيجه ان مفيش توتال كارنت ماشي وبيسبب دريفت كارنت ومنه بيج الكتريك فيلد فبيعمل بيج الكتريك. وبعد كده اتكلمنا عن حاجه ثانيه، ان انا لو خدت قطعه سيمي كوندكتور وعملت عليها ابلكيشن للايت من بره بحيث ان انا ابدا اجنريت مايبولي كاريرز، اتعلمنا حاجه سميناها اللو ليفل انجكشن. المقصود باللو ليفل انجكشن ان زياده الكاريرز اللي انا مزودها من بره دي عن طريق الاضاءه بتغير كميه المينورتي كاريرز وتخلي الماجورتي كاريرز نفس الدي نفس الكميه. الماجورتي كاريرز ما بتتاثرش قوي، المينورتي كاريرز ايه؟ مينز ان انا لو في اند تايب الهولز هتزيد، لو في بي تايبس الالكترونز هي الايه؟ الالكترونز هي اللي هتزيد. وشفنا الكلام ده وعلى كده في الاخر ختمنا الموضوع خالص بحاجه سميناها الكونتينيوتي اكويشن اللي هي بتعبر لي بتربط لي الزياده في التايم بتاعت المينورتي كاريرز مع زياده في الايه؟ في المسافه عن طريق ان انا عامل ريجنريشن او ريكومبينيشن او في عندي كارنت. دي الحاجات اللي احنا لخصناها المره اللي فاتت او خدناها المره اللي فاتت، ودي هنلاقي ان احنا بنعملها دايركت ابلكيشن على طول في اول ديفايس بندرسه مع بعض المره دي اللي هو بنسميه ذا بي ان جانكشن دايركت. اول ديفايس احنا بندرسه مع بعض في المنهج ده اتفقنا ان احنا مينيا ندرس ثلاثه ديفايسز ذا بي ان جانكشن، هندرس البي جي تي ترانزستور وهندرس الفيلد افكت ترانزستور. فالبي ان جي ان جنكشن تايب احنا لو اتكلمنا تي لو بي تايب ان يعني ان تايب جنكشن يعني في ايه؟ في فصله ما بينهم او وصله بس او زي ما بيسموها. المهم ان انا ايه؟ حطيت جزء من البي جنب جزء ايه؟ جنب جزء من ان عملنا اللي هي نسمى البي ان جنكشن وهنكتبه ايه؟ اسم الدايركت ماشي؟ طيب اول حاجه عايزين نبص مع بعض عليها عايزين نبص على الاستراكشر بتاعها. بتاعهم قليل بس احنا الفوكس بتاعنا او الاناليسيس اسهل في الابرابت بي ان جنكشن.
الاثنين ممكن يتعملوا، وانا في كورسات ثانيه ممكن نشوف ازاي يتعملوا. ماشي، الاثنين موجودين والاثنين ليهم الكاركترستكس بتاعتهم فيري كلوز تو ايتش اذر. احنا هنفوكس بس على الابروتشن ان هو ايه معدلاته اسهل شويه، ان احنا نستنتج معدلاته وان احنا نشوف هو بيشتغل ازاي اسهل شويه من ان احنا نروح للايه للجراديوال بي انجمشن. مع ان برضه الجراديوال مش مشكله يعني، بس ايه احنا الفوكس بتاعنا على الابروتشن انجمشن، ويش مينز انك تبيد باك اروح ان كومبليتلي مفيش ايه مفيش جراديوال ترانزيشن. جراديوال يعني بتروح من البي للان جراديوال، مفيش حد فاصل ما بين البي للان دايركت. اوكي، السيمبل اللي هندي للبي انجنكشن هيكون شكله كده. هيبقى عندي مثلث وخط، المثلث قاعده المثلث هي البي تايب. ماشي، راس المثلث والخط اللي على راس المثلث ده هو ده هيبقى الان تايب. وهنشوف ليه السيمبل بشكله كده كمان شويه، يعني هيبان لنا في الايه واحنا بندرس الفيزكس بتاعته. فده الايه ده شكل الايه الدايت او البي انجنكشن اللي احنا ايه بنتعامل معاه. ده السيمبل لما تيجي نفس السيركتس بقى، يبقى احنا بنحط الدايت بالايه بالشكل ده. الطرف اللي هو متصل بالبي تايب هنسميه الانود. ماشي، والطرف اللي واصل بالان هنسميه ايه الكاثود، زي الانود والكاثود بتاع البطاريه بنسميه نفس الفكره. انا عندي الانود اللي هو البي اللي هو بلس بوزيتيف يعني، والان اللي هو الكاثود اللي هو زي الان تايب او نيجاتيف يعني. بنحط هنا الانود والكاثود. انا عندي الدايت يبقى ليه تو تيرمينال، زي تو تيرمينال ديفايس عكس الديفايس اللي هندرسها بعد كده، يعني البي جي تي والفيت ترانزستورز ما هماش تو تيرمينال ديفايس. في 3 4 5 تيرمينال ديفايسز، ولما ندرسهم هنشوف في كام تيرمينال يعني طرف. فده تو تيرمينال ديفايس معناه ان هو ليه طرفين، زي الريزستور زي الكاباستور زي الاندكتور، كل الحاجات اللي تو تيرمينال ديفايس يعني ليها طرفين بس. وبالتالي هيبقى عندي تو كوانتيتيز بس اللي بيفوتوا لبعض، فولتج وكارنت. الموضوع هيبقى ابسط ببساطه من لما ندخل في الترانزستور. ابسط صوره ليه هي بتخليه فري تيرمينال ديفايس، وبالتالي يبقى لازم اربط كذا فولتج وكذا كارنت. اللي هو فري تيرمينال ديفايس ممكن تحسبه كومبينيشنز، يعني احنا عندكم ثلاثه ديفرنت فولتجز ثلاثه ديفرنت كارنتس. لو انا بتكلم على ايه؟ على الترانزستور. دايركت في الترمينال ديفايس معناه ان عندي 1 فولتج واحد بس اللي هو الفولتج ديفرنس بين الاثنين هنا، وعندي كارنت واحد بس اللي هو الكارنت اللي ماشي فيه. فالايه؟ الدراسه بتاعته اسهل شويه. وعشان كده دايما في الكورسات دي احنا لازم نبدا بالبي انجنكشن الاول، وبناخده از ايه؟ از ستارت ان احنا نبدا نفهم اللي بعده، نفهم البي انجنكشن عشان نفهم الترانزستور بعد كده وهكذا. فالبي انجنكشن زي ما شايفين الترمينال ديفايس الفولتج اللي موجود عليه سواء انا بقى فولتج من بره بنسميه الدايت فولتج بي دايت. ماشي، والبي دايت ده هيبقى عندنا حاله من ايه؟ حاله من ثلاثه. ماشي، حاله من ثلاثه، يا اما البي دايت هيكون بيساوي بي اف معناها فورورد، يا اما زيرو وده اكوليبريم، يا اما ماينس بي ار البطاريه اللي انا بحطها من بره بابلاي على الدايت، هي عباره عن الفولتج اللي على الانود ماينس الفولتج اللي على الكاثود. انا بحط بطاريه وبسميها دايت، يبقى انا بقول الدايت مسكتنا الفولتج اللي على الدايت، يبقى معناها على طول احنا بنفكر الفولتج اللي على الانود ماينس الفولتج اللي على الكاثود. اوكي، فالفولتج اللي على الانود لو كان اكبر من الفولتج اللي على الكاثود دي بنسميها فورورد وبنسميه بي فورورد. ماشي، لو الاثنين بيساووا بعض معناه ان انا مش حاطط البطاريه من بره اصلا، الفولتج اللي موجود عندي بيساوي صفر. ماشي، دي بنسميها حاله الثيرمال اكوليبريم بتاعتي، ان انا مش بابلاي حاجه من بره، ده الثيرمال اكوليبريم. والثالثه لو انا خليت الكاثود اعلى من الانود، يبقى حطيت البطاريه بالنيجاتيف عكستهم، يبقى بيساوي نيجاتيف بي ار، دي هنسميها ايه؟ الريفرس ايه؟ الريفرس فيز. انا عندي ثلاث حالات عايزين ندرسهم دلوقتي، احنا عايزين ندرس البي انجنكشن اندر 3 ديفرنت كونديشن. واحد ثيرمال اكوليبريم يعني مش حاطط البطاريه من بره. اثنين ريفرس بايس يعني حاطط البطاريه مقلوبه البي مع الان والان مع البي. وفورورد يعني حاطط البطاريه في نفس اتجاه الدايت البوزيتيف مع الاي والنيجاتيف مع الاي. دول الثلاث حالات اللي احنا عايزين ندرسهم دلوقتي، ونشوف ازاي الدايت بيبيهيف في كل واحده من دول، ازاي بيتصرف حسب الفورورد اللي احنا بنعمله. في اي سؤال لغايه دلوقتي؟ شايف طيب
هندرس اول حاجه مع بعض البي ان جنكشن في الثيرمال يونت. في حالة الايه؟ في حالة الاكوليبريم ويتش مينز ان انا سبته زي ما هو ما عملتش عليه ابلاي ما عملتش عليه فولتج ما جبتش بطاريه ركبتها عليه من بره سبت الدايت كده زي ما هو ممكن تشتريه من فيلي كده الدايت اللي هو ايه؟ الثيرمال اكوليبريم مش ايه؟ مش حاطط عليه بطاريه يعني ايه؟ يعني مفرغ، المنطقة المفرغة، منطقة مفرغة.
موبايل كاريرز، منطقه مفرغه من ايه؟ ما بقاش فيها موبايل كاريرز، ما بقاش فيها الكترونيكس، بقى فيها مين؟ بقى فيها فيكسد شارجز بس. ماشي؟ يعني فيها حاجه كده ما تقدرش تتحرك مع الكهرباء، حاجه كده والفيعه كبيره في النص ما فيهاش اي حاجه ممكن تمشي مع الكهرباء. ديبليشن ريجن اتكونت في النص. طب السؤال بقى الديبليشن ريجن دي ليه ما كملتش معايا للاخر؟ وليه فضلت موجود؟ يعني ليه انا لما رسمتها بالفيديو بس ليه الموضوع ده ما كملش لنهايه الان تايب ونهايه البي تايب؟ ايه اللي وقف الموضوع ده؟ اتفضل. عشان هم عاملين لاتيس، يعني هم ما ينفعش يعملوا لكم لاتيس مع بعض. ايه اللي حصل برضه؟ هو ماشي هيشيلوا الهايبر كارنت المسير وبعد كده. اتفضل. تمام. ان انا دلوقتي لما بقى عندي في بوست تشارجز الناحيه دي، النيجاتيف تشارجز الناحيه دي، خلي بالك قبل كده الراجل ده كان نيوترال والراجل ده كان نيوترال. ان دي بلس مع ان اي نيجاتيف فكان نيوترال، ان دي ماينس مع اتش مع هولز فكان نيوترال. انا كنت هنا نيوترال وكنت هنا نيوترال فما كانش فيه الكتريك فيه. لما الالكترونز جت عملت الكومبينيشن مع الفولتز، الفولتز مع الالكترون سابوا لي بوزيتيف اينز ونيجاتيف اينز، بقى في عندي الجزء ده بقى تشارج. ماشي؟ عشان كده من المسميات الثانيه للديبليشن ريجن بيسموها السبيس تشارج ريجن. ده اسم ثاني ليها في بعض الكتب بيستخدموا سبيس تشارج ريجن. ليه؟ لان دي الريجن اللي فيها تشارجز. ماشي؟ فانا عندي هنا يبقى في عندي ان تايب وبي تايب، وجات لي حته في النص فيها بوزيتيف اينز ونيجاتيف اينز بتعمل لي الكتريك فيلد. تمام؟ اه بقى في عندي بوزيتيف في ناحيه ونيجاتيف في ناحيه، احنا عارفين على طول ان بيطلع لي الكتريك فيلد. ماشي؟ الكتريك فيلد ده المفروض يمشي ايه؟ يمشي الدريفت كارنت. طب ما الدريفت كارنت ده اتجاهه مين؟ طالما دي الكتريك فيلد كده يبقى الهولز عايز تمشي من هنا لهنا والالكترونز عايز تمشي من هنا لهنا، عكس اللي كان موجود نتيجه الديفيوجن كارنت. صح؟ يبقى انا ولا الديفيوجن كارنت عمال يمشي، الالكتريك فيلد عمال يزيد لغايه ما اوصل في لحظه اللي هي لحظه الاكوليبريم اللي هيكون فيها الدريفت كارنت اللي جاي نتيجه الالكتريك فيلد اللي اتولد بتساوي الديفيوجن كارنت اللي جاي نتيجه الكونسنتريشن جريدينت. وانس ان الكونديشن ده وصلناه ان الالكتريك فيلد بقى بيمشي كارنت قد الديفيوجن كارنت والاثنين عكس بعض، هقف وهثبت في الايه؟ هثبت على الشكل اللي عندي. هيبقى عندي جزء نيوترال هنا والجزء اللي فيه تشارجز ده والجزء النيوترال تاني ايه؟ هنا. اوكي؟ يبقى انا عندي الكونديشن بتاع الايكوليبريم اللي بيحصل عندي ان يكون في عندي الاي دريفت ان بيساوي الاي ديفيوجن ان والاي دريفت تي بتساوي الاي ديفيوجن. اوكي؟ وبنعيد تاني اللي بيحصل، اول ما نحط الان جنب البي الالكترون بتتنقل من ان تروح للبي تمرج مع البولز بتسيب لي فيكسد اينز، والبولز بتتنقل مع البي من البي تروح للان تمرج مع الالكترون بتسيب لي فيكسد اينز. فيكسد اينز دي بوزيتيف في الان ونيجاتيف في البي، فبيتكون لي حاجه بنسميها ملت ان الكتريك فيلد. والملت ان الكتريك فيلد اللي اتكون بيبروبوز اكسترا ديفيوجن اوف ذا ايه اوف ذا الكترونز اند بولز، وبيفضل يزيد مع الوقت لغايه ما بنوصل في لحظه ان الكرنت اللي جاي لي نتيجه البيت ان الكتريك فيلد بيساوي الكرنت اللي جاي لي نتيجه الديفيوجن، وبنثبت على ايه؟ على الكلام ده. بس
نيوترال يعني عدد البوزيتيف تشارجز قد عدد النيجاتيف تشارجز ما حدش قال ان هو يعني ايونز دريفت كارنت اتجاه النيجاتيف تشارجز بس انت بتفكري بعد كده البوزيتيف تشارجز بتفكري بالتشارجز بولز ولا الالكترونز البولز مع الالكترون فيلد البولز مع الكارنت الالكترونز عكس الكارنت اللي هي عكس الالكترون كله الكرنت اتجاه البوست تشارج كلمه كرنت مسكتنا لو اتجاه البوست تشارج اوكي طيب تعالوا نجرب حاجه كده المفروض ان احنا ممكن وي كان اكشوالي دو ان احنا ممكن نقعد نحسب معادلات ونشوف الراجل ده قد ايه والراجل ده قد ايه والدايمنشنز قد ايه والكلام ده كله بيتحسب ولو دخلت ارقام صغيره تحسبوها بس احنا عايزين نعمله بس ايه نرسم رسمه كده ايه اللي هيحصل ونستنتج حاجه واحده بس الحاجه الوحيده اللي بالنسبه لنا مفيده او اللي احنا عايزين نستنتجها هي قيمة البوتنشال اللي اتكون قد ايه؟ في قيمة البوتنشال اللي اتكون ده قد ايه؟ ماشي؟ بس قبل ما نبتدي تعالى نبص مع بعض اصلا بص على كام رسمة كده مع بعض نعمل حاجات ايه بالرسومات مع بعض ماشي؟ انا هرسم معاكم دلوقتي ادي الـ injunction بتاعتي يبقى انا عندي وانا ماشي مع الاكس يبدا عندي البوزيتيف تشارجز لغايه ما بعدي البارير يبقى عندي نيجاتيف تشارجز يبقى ده الشكل اللي هيك الشكل اللي موجود عندي بتاع الايه بتاع التشارجز طيب تعال نرسم الالكتريك فيلد ماشي انت في اعدادي خدت جاوس لو قال كنت بتيجي تجيب الالكتريك فيلد نتيجه اي كميه تشارج صح؟ بتعملوها ازاي دي؟ تعملوا فوليوم كده وتشوفوا الايه الالكتريك تشارج اللي جوه وبتعملوا شويه حاجات كده ما علينا كان في عندكم شويه قوانين في اعدادي كنتوا بتستنتجوا منها الالكتريك فيلد نتيجه تشيل جزء ايه؟ جزء فيه شويه شارج. شارج دنسي اللي موجود عندكم. كميه الشارجز اللي موجوده جوه الالكتريك جوه الكاميرا. اوكي؟ طيب احنا لما نيجي نقول ان انا ما فيش عندي شارجز خالص يبقى انا لو دخلت اي فوليوم بالشكل ده ما فيش عندي ايه اي الكتريك فيلد. فالالكتريك فيلد بيكون وانا ماشي بصفر. لغايه نهاجم الجزء ده لما نيجي في الجزء ده هيحصل ايه؟ كل ما هاخد جزء ازيد من الاكس لو افترضنا ده اتجاه الاكس كل ما همشي مسافه اكتر من الاكس الاقي ان الامونت اوف تشارجز الكلوزد او المحاطه بالفوليوم ده بتزيد صح؟ بالالكتريك فيلد المفروض ان عمال ايه؟ بيزيد معايا وانا فارض ان الراجل ده كونستنت يبقى المفروض الكلام ده يزيد معايا ايه؟ خط مستقيم فانا الاقي الالكتريك فيلد بيزيد معايا بالشكل ده كل ما بزود جزء من الاكس معناه ان في عندي اكسترا تشارجز بقالي كونستنت فبالتالي ايه؟ الالكتريك فيلد بتاعتي يزيد لغايه ما نوصل في الاخر ان انا عندي البيك عند الايه؟ عند الحد الفاصل ما بين الاني تايب والبي تايب. اول ما اعدي الخط الفاصل ده ايه اللي هيحصل؟ عندي جزء بوزيتيف يطلع منه جزء نيجاتيف فبالتالي ايه؟ التشارجز ان بحيث ان انا ايه؟ انزل نفس الكلام لغايه ما اوصل لايه؟ لصفر. اكمل معايا صفر. يبقى كده ايه؟ الالكتريك فيلد اللي موجود عندي بيزيد طول ما انا ماشي جوه الايه؟ جوه السبيس شارج ريجن كل ما الشارج عمال يزيد معايا وبعد كده اوصل الماكسيمم عند الحد الفاصل وبعد كده ابدا انزل افيد ان ايه؟ النيجاتيف الكترونز اللي بتيجي معايا. اوكي؟ ده كده الالكتريك فيلد. طيب عايزين نرسم بعد كده البوتنشال. حبيت ارسم البوتنشال ايه علاقه البوتنشال بالالكتريك فيلد؟ تكريشن
كامل صح. المفروض برضه ان احنا عندنا العلاقه الرئيسيه كتير ما بين الانرجي باند ديجرام لو فاكرين اللي هي كنا منين كنا عندنا العلاقه بتاعت اللي هي المره مع بعض اللي هي دي كويس حاجه وانا على ثيرمال ايكوليبريم هيطلع فوق ولا يمين؟ هو انت لما يبقى في ثيرمال ايكوليبريم الثيرمال ليفل مش ديفايند اصلا. نبدا نعرف حاجه اسمها الكوازي ثيرمال ليفلز وموضوع ثاني. خلاص ماشي كوازي. تمام؟ انا عندي ثيرمال ليفل حاجه ثانيه، عندي جزء ان تايب وعندي جزء بي تايب. ماشي؟ المقال الان والمقال البي. تمام؟ لما نيجي نرسم الجزء الان الثيرمال ليفل يبقى اقرب للبي سي ولا للبي سي؟ للبي سي. يعني هنا ممكن نلاقي البي سي بتاعتنا هنا. صح كده؟ البي بي تبقى تحت شويه. تمام؟ وفي البي العكس البي سي فوق البي سي فوق. تمام؟ طبعا بقى اللي هي ماشي؟ معناها ايه؟ هتلاقوا ان البند ده هو نفس البند ده هو نفس التقاطع. الانترنسك. الايه فاهمني بتاع الانترنسك طبعا. تمام؟
ده من غير بس ما نعمل اي معادلات، بس بصينا على الشكل وشفنا ايه اللي بيتكون عندي. وانس حطيت الايه الالكتريك فيلد، حطيت البي ان جنكشن بيتكون عندي بيج الكتريك فيلد، بيتكون عندي بيج ديفنشن، حصل عندي انرجي باند انرجي باند جرام بيني بشكل ماشي. which means ان بيتكون عندي حاجه بنسميها بوتنشال بارير. بارير يعني ايه؟ حاجز. بقى في عندي بوتنشال بارير، الراجل عندي فيه ايه هنا يروح هنا، لازم يتغلب على ايه؟ على البارير ده، لازم ياخد انرجي كبيره قوي عشان يقدر يروح من هنا يطلع فوق كده، صح؟ فده اللي بنسميه بوتنشال بارير. كميه البند اللي اتكونت دي فانكشن في الايه؟ في الالكتريك فيلد اللي اتكون عندي في الكلام ده كله. بالتالي على حسب الايه؟ على حسب البارير اللي اتكون عندي، على حسب البوتنشال ده قد ايه؟ على حسب في اكسترا الكترونز هتقدر تعدي ولا مش هتقدر تعدي. اوكي؟ فانا قلنا ده البوتنشال ده عشان يطلع فوق، ده لازم يكون بعدين كده عشان يطلع فوق. فبقى الموضوع صعب، فتكون عندي حاجه اسمها بيلت ان بوتنشال، بوتنشال بارير، الراجل يقدر يعدي ايه؟ مش قادر يعدي، مش قادر يعدي هنا. اوكي؟ احنا بقى عايزين نستنتج البوتنشال ده قد ايه؟ نعرف نعملها كده ولا ما نعرفش نعملها؟ لا. عايزين نستنتج قيمه البي نول دي بتساوي كام؟ نجيبها من فين؟ ايه الكونديشن بتاع الثيرمال اكوليبريم؟ اهو الكونديشن اللي سمعنا قال لنا اهو الكونديشن احنا كنا كاتبينه ان الثيرمال اكوليبريم الدريفت كارنت بيساوي الديفيوجن كارنت. طب انا عندي معادله الدريفت كارنت وعندي معادله الديفيوجن كارنت، فانا لو شغلتهم مع بعض اقدر اطلع على طول البيت ايه البوتنشال في الثيرمال ماشي؟ تعالى نعملها مع بعض. Thank you.